السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بشائر طيبة بافتتاح الخنجر غالري معانا هنا في ولاية عبري. حقيقة منتج استخدمته أنا من فترة سابقة وأموره جدا طيبة، وعملت لهم إعلان في مسقط وفي أكثر من مكان. الأخوة هذيلا أعرفهم حقيقة معرفة سابقة، واليوم الافتتاح بوجود هذه الوجوه الطيبة، الأخ ناصر والأخ ياسر وأيضا الأخ سند والأخ أيضا أبو وائل ما شاء الله عليهم، والأخوة الكرام الأعزاء مشرفيننا ومنوريننا، الله يعطيكم الصحة والعافية. فبإذن الله تعالى الافتتاح للخنجر غالري، ودعوة لزيارة هذا المكان، وجايينكم رمضان والقيمات سووهن من الأدوات اللي موجودة من عندهم. ماركتهم الحصرية في الخنجر غالري أغلبها هي الهوم تك، ماركة معروفة وما يحتاج. تعالوا نشوف إيش عندهم. القلايات الهوائية موجودة وخلى صحتك طيبة مع هالقلاية. أما بالنسبة لمعجناتكم لرمضان فاستخدموا هذه الأدوات اللي موجودة عندهم. ثلاجات السيارات هذه اللي موجودة عندهم تعالوا، والخلاطات للعجانات لرمضان موجودة وتعالوا، الأباريق أيضا موجودة الكهربائية عندهم. دلعوا أولادكم بصانعات الغزل هذه اللي موجودة عندهم، وأحجام وأشكال مختلفة من المكانس الكهربائية. أما هذا الطحانة حتى لحصة تطحنوا لا تفوتكم. يا سلام على هذه العجانات لرمضان، ما بتتعبكم بإذن الله. ومن الخنجر غلري أيضا هذه الضغاطات بأحجام مختلفة، عقدة بيحتك هنا وسلم عليها. يا الله على هالعجانات، عجان خلاط كل شيء هنا في مكان واحد. قدر الأكلات الشعبية تعالوا العرس في هذا. القلايات الهوائية بمختلف الأحجام بمختلف السعات بمختلف الأشكال، تعال أبوي وتخير اللي تبغاه. والتلفزيون البرامج الدينية لرمضان تعال شوف هنا. من اليوم ورايح الباستا ما تشراها من الدكان، تعال وخذ هذه العجانة وتصنع لك الباستا. المكيفات موجودة عندهم، تعال أيضا وتخير. الثلاجات موجودة، والغسالات أيضا موجودة في الخنجر غالري. ريح راسك وطبخ غداك في هالقدر الضاغط الكهربائي. المقلة الكهربائية وبدون غاز، تدرس باغ تريح راسك، ما باغ تدخل مطبخ حتى في حجرتك تطبخ. لا بعدني أخذ بعشرين ريال. بعد من كذاك أنتم متولفين هنا. حبيبي حتى 40 ريال خذيت كوبونين هنا.